أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. تركيا تدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه رأس العين وتل أبيض وتقصف مواقع لميليشيا قسد. روسيا تعزز وجودها العسكري في مطاري الطبقة والقامشلي وتجري مناورات مشتركة مع ميليشيا قسد. ميليشيا أسد تفقد الاتصال بمجموعة من عناصرها غرب دير زور. الفطر الأسود يتفشى في مناطق النظام والشمال السوري يسجل أول حالة وفاة بالعدوى. ميليشيا الحوثي تقتل وتجرح أكثر من 40 مدنيا بقصف على منطقة سكنية في مأرب وسط اليمن. أهلا بكم. دفع الجيش التركي مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى مدينتي رأس العين وتل أبيض في منطقة عمليات نبع السلام، وذلك في إطار تحضيره لعملية ضد ميليشيا قسد. وبحسب ناشطين فإن رتلا يضم دبابات ومدافع وناقلات جند داخل الأراضي السورية عبر منفذ رأس العين. إلى ذلك قصفت المدفعية التركية مواقع لميليشيا قسد قرب عين عيسى شمال الرقة وأوقعت خسائر في صفوفها. في سياق متصل، عززت قوات الاحتلال الروسي من وجودها في مطار الطبقة غرب الرقة ومطار القامشلي شمال الحسكة، وذلك بتنسيق مع ميليشيا قسد. وشملت التعزيزات 11 طائرة حربية ومروحية وعشرات الضباط والجنود الذين أجروا مناورات عسكرية مشتركة مع ميليشيا قسد على خطوط التماس مع مناطق الجيش الوطني في تل تمر شمال الحسكة. عبر الهاتف ينضم إلينا المحلل السياسي رضوان فراس. رضوان أوغلو، أهلا بك أستاذ فراس. كيف تقرأ المناورات العسكرية المشتركة بين الاحتلال الروسي وميليشيا قسد؟ طبعا يعني ممكن نقول أولا أن يعني الخلاف التركي الروسي واضح في هذه السياق، ربما لا نعلم بعد اللقاء الأمريكي بين الرئيس أردوغان والرئيس بايدن هل حصل توافق أم لا، لكن الواضح أن روسيا ترفض أظن أي عملية عسكرية في هذا الاتجاه، وهذا واضح في وجود التعزيز وأيضا التعزيز التركي ردا على هذا التعزيز. لكن هنا تختلف الموازين في حال الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تقرر. أظن هنا أيضا دور الولايات المتحدة الأمريكية قوي ومهم جدا، لكن أنا أتوقع أن الوضع السياسي لتركيا في هذه العملية سيكون ربما الأصعب من كل العمليات السابقة. نعم أستاذ فراس، إلى أي حد من الممكن أن يتصاعد الموقف في تلك المناطق؟ ما لم يتم توافق أو تفاهمات روسية تركية، يعني أظن هذا التصعيد سيبقى مستمر. يعني طائرات درون ربما، يعني تصعيد، هل من الممكن أن نشهد اشتباك تركي روسي في تلك المناطق؟ لا 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 أظن ذلك، لكن كنت أقصد أن القصف المركز والمحدد ربما لقوات قسد أو القصف المدفعي لعدم التقدم أو إزعاج تلك الميليشيات، يعني هذه من الطرق العسكرية. لأن تركيا تريد، أنا أظن أن ليس لديها مشكلة ربما بتواجد شيء نظامي أو قوات عسكرية نظامية مثلا، ولكن الميليشيات المصنفة إرهابية عند تركيا لن تقبل يعني تواجد قوات روسية مع هذه العسكرية النظامية. هنا تقصد ميليشيا أسد أستاذ فراس؟ نوعا ما نعم، اذا كانت هناك قوات نظاميه يعني تدفع لمؤسسه عسكريه واحده، هذا ما صرح به تشاوشوغلو من قبل، ولكن حتى هذا الموضوع اظن صعب لان ما زالت الميليشيات الايرانيه متواجده في هذه القوات، ولذلك الموضوع معقد اظن. لكن المهم في هذه النقطه هو كيف ستعالج الامر تركيا مع روسيا في حال اصرار روسيا التعاون مع قسد، وهذا اظن ستحاول روسيا عبر هذه الطريقه بالضغط. ما هي السيناريوهات المطروحه استاذ فراس لتعامل تركيا مع هذا الموضوع؟ يعني تعلم روسيا بشكل قطعي مدى حساسيه موضوع ميليشيا قسد بالنسبه لتركيا، وعلى الرغم من ذلك تقوم بمناورات عسكريه معها، ما هي السيناريوهات القادمه بقراءتك للمشهد؟ نعم روسيا تعلم، ولذلك هي تصر على هذا الموقف للضغط على تركيا، ولذلك اظن تركيا ستحاول ايجاد مخرج آخر، مثلا هو
عبر الولايات المتحدة الأمريكية للضغط نوعا ما على روسيا، ستصير في هذه الأمور أظن الضغوطات السياسية بين الطرفين، أيضا دور الاتحاد الأوروبي مهم في هذا السياق، لكن أنا أظن أن الموقف التركي هنا أصعب من كل المواقف التي سبقتها ولن تكون مثل قبل. يعني أظن أن في صعوبات كثيرة، الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، لذلك أظن ستسعى تركيا إلى يعني خلط الأوراق مثلا بعملية عسكرية بدخول ما، لأن تعلم ربما لن يصطدم معها لا الروس ولا الأمريكان. هنا يبدأ خلط الأوراق و يعني الضغوطات على الطرفين، يعني كما يسمى عض الأصابع حتى الرمق الأخير. شكرا جزيلا لك فراس رضوان أوغلو، عبر الهاتف كنت معنا من اسطنبول المحلل السياسي. قتل 3 عناصر من ميليشيا قصد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم العسكرية في منبج شرق حلب. وذكرت مصادر محلية أن عددا من عناصر الميليشيا أصيبوا إثر الاستهداف الذي وقع بالقرب من دوار الدولة وسط المدينة دون أن تتبناه أي جهة. فقدت ميليشيا أسد الاتصال بمجموعة تابعة لها في بادية التبني غرب دير الزور، وبحسب مصادر موالية فإن دورية مكونة من ضابط وخمسة عناصر كانت تجري جولة تفتيش على الحواجز والنقاط العسكرية التابعة للميليشيا في بادية التبني قبل أن يفقد الاتصال بها دون معرفة مصير أفرادها. تشهد عدة محافظات انتشارا متسارعا لعدوى الفطر الأسود المرافقة للمصابين بفيروس كورونا، وبحسب إدارة مشفى المواساة فإن عدد الإصابات المثبتة بلغ 30 إصابة في دمشق وحدها، فضلا عن عشرات الإصابات في حمص ولاذقية وحماة. إلى ذلك سجل الشمال السوري أول حالة وفاة بالعدوى، حيث توفي الشاب خلف الرشيد في بلدة سلوق شمال الرقة. إلى اليمن، حيث قتلت ميليشيا الحوثي وأصابت أكثر من 40 مدنيا بقصف على محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء. وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الميليشيا المدعومة إيرانيا قصفت بصاروخين باليستيين مسجدا ومدرسة في منطقة العمود المكتظة بالسكان، ما أدى لوقوع عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال. عبر الهاتف ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الله دوبلا من اسطنبول. أهلا بك سيد عبد الله، ما هي مبررات الحوثيين اليوم لقصف مسجد ومدرسة في منطقة مدنية؟ مساء الخير عليك والسادة المشاهدين. لا يحتاج الحوثيون إلى مبرر حتى يقصفوا المدنيين، هم يفعلون ذلك منذ سبع سنوات. الكثير من المدنيين سقطوا جراء القذائف الحوثية والصواريخ البالستية، مثلهم مثل الجماعات الإرهابية مثل داعش أو مثل الأسد أو مثل كل الجماعات المدعومة من إيران والتي تقتل في الشعب العربي. يعني ولكن تدعي هذه الميليشيا بأنها قصفت مراكز لسلفيين في تلك النقاط. قبل إطلاق الصاروخ على السلفيين، أطلق الحوثيون صاروخ آخر على منزل شيخ قبلي في نفس المنطقة في الجوبة، وقتلوا من أسرة هذا الشيخ أكثر من 412 جريح، وأيضا أطلقوا قذيفة صاروخية في تعز وقتلوا 3 أطفال وجرحوا طفل آخر من أسرة واحدة. هذا هو شأن الحوثيين، دائما ما يطلقوا القذائف على المدنيين بهدف وبغرض الإرهاب، إرهاب الناس ولكي يتوسعوا أكثر وأكثر ويسيطروا على الأراضي في أطار عملية عسكرية كما تعلمين للسيطرة على بلد، وهم يطلقون الصواريخ تسبقهم لترهب الناس ليهاجروا وينزحوا، ومن ثم يتمكن الحوثي للسيطرة على الأرض. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عبد الله دوبلا، كنت معنا من اسطنبول. أعلنت القوات المسلحة العراقية مقتل 5 عناصر زعمت تبعيتهم لتنظيم داعش في صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم الجيش أن مقاتلات F-16 نفذت غارات جوية استهدفت عناصر للتنظيم في منطقة العيث شرق صلاح الدين، مضيفا أنهم تمكنوا من القبض على أحد أفراد التنظيم ومحاصرة آخرين في المنطقة.
المزيد من الأخبار دائما على منصات أورينت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على الموقع الإلكتروني orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.